كل مباراه تاع تشامبيونز ليغ صعبه راهو، ما ثماش مباراه سهله ولا صعبه، كل مباراه لازمها تركيز عالي، جاهزيه كبيره. هذه مش تكون مقابله مختلفه، بالوزداد منتصر يحب يسجل منذ البدايه، لازمك انت تعرف كيفاش تتعامل مع المقابله. المقابله هذه تتلعب على مراحل، الترجي جاهز، عنده طريقه لعب وعنده الكاشي نتاعو، الطابع الخاص نتاعو، جاهزين انه باذن الله نتعاملوا كما ينبغي مع هذه المقابله ان شاء الله. لازمنا نرفروا احنا على شنو قادمين، ماشيين غاديك ان شاء الله باش نعملوا ريزولتا بوزيتيف. ما نتصورش تو فما شكون ماهوش كونسيون باللي دخلنا في الشامبيونز ليغ. اول حاجه كلمه شكر لجمهور الترجي في مقابله المريخ، اللي حتى في الوقت بدل الضائع هو مازال يدفع في الفريق، والصيحه هذيك العيطه نتاع الهدف، 85000 متفرجين يكونوا موجودين في الجزائر، ان شاء الله يا ربي ما نخيبوهمش، باش نعملوا كل ما في وسطنا باش يروحوا فرحانين وينساو التعب والشقاء نتاع السفر ان شاء الله. ماهيش حاجه جديده على جمهور الاسبيرونس، نستناوهم ان شاء الله نهار السبت كالعاده يدزوا معنا.